السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندسين، ازيك يا باشمهندسات. النهاردة هتكلم فيديو سريع باختصار عن مشروع من مشروعات النقل الجماعي اللي دخلت مصر وافريقيا، ألا وهو مشروع المونوريل، وله مميزات عن مشروعات النقل الجماعي التانية. المونوريل صديق للبيئة، يعمل جر الكهربائي، قطار معلق لا يؤثر على سعة الطريق أثناء التنفيذ وأثناء التشغيل، يمكن تشكيله في أي شكل هندسي معقد، يمكن تشكيله لمنحنيات أفقية ضيقة كما هو واضح في الصورة، تصل أنصاف أقطارها إلى 100 متر، ويمكن تشكيله لعمل ميول طولية قيمتها كبيرة تصل إلى 6%. المونوريل لا يؤثر على سعة الطريق أثناء التنفيذ والتشغيل، لأنه يتم تنفيذه داخل حدود جزيرة الطريق. النظام الإنشائي له بسيط جدا، يتكون من خازوق أحادي وموبايل يرتكز عليه عمود دائري، أقطار العمود والخوازيق تصل إلى 2 متر، يرتكز على العمود تاج كما هو واضح في الصورة. هذا التاج يرتكز عليه كاميرات المسار، كاميرات المسار دي التي يسير عليها قطار المونوريل. كاميرات المسار دي كاميرات سابقة الصب، يعني يتم تصنيعها في مصنع خاص بها قبل نقلها إلى الموقع. الكاميرات دي من الخرسانة، دي اللي يسير عليها المونوريل. الكاميرات دي سابقة الصب، يعني يتم تصنيعها في المصنع ويتم نقلها لتركيبها في الموقع. وكاميرات سابقة الشد، يتم شدها على مرحلتين، مرحلة في ورشة تصنيع القمر ومرحلة أخرى أثناء تركيبها في الموقع. في المصنع يتم شدها على إنها سيمبل، يعني كاميرا أحادية، أما في الموقع يتم شدها مع الكاميرات المجاورة لها، يعني بيتم شدها على إنها كاميرا كونتينيوس. هذه الكاميرا من الخرسانة مجوفة من الداخل لتقليل مقدار الوزن وتقليل الديد لود، وعمقها عند الأطراف كبير يصل إلى 2 متر، ويتم تخفيف العمق إلى 1.5 متر في المنتصف لتقليل الديد لود أو تقليل الوزن. أيضا زي ما قلنا يتم شدها المرحلة الأولى في ورشة تصنيع القمر ككاميرا أحادية سيمبل، ويتم شدها المرحلة الثانية في الموقع. في الموقع يتم شدها مع الكاميرات المجاورة، يعني أنا عندي 4 كاميرات متجاورة بيتم شدهم مع بعض كفريم، ويتم صب الفاصل ما بين القمر وبعضه مع العمود، يعني العمود والكاميرات المتجاورة 4 كاميرات مع بعض يتم صبهم كواحدة واحدة في الموقع، ويتم عملها كفريم أو الكاميرات تعمل كأنها كونتينيوس واحدة واحدة. أطوال الكاميرات تصل إلى 20 لـ30 متر زي ما هو واضح في الصورة، ويتم عمل فاصل بين الفريمات وبعضها كل 120 متر للتمدد والانكماش. ميزة المونوريل إن هو يمكنه تفادي العوائق وتفادي المرافق، يمكنه تفادي المرافق الطولية ويمكنه تفادي المرافق العرضية. يمكنه تفادي المرافق الطولية بعمل خازوقين على جانبي الطريق بدل خازوق في المنتصف، ووصل ما بينهم بكاميرا بورتال فريم كما هو واضح في الصورة. ده بالنسبة للعوائق الطولية. بالنسبة للعوائق العرضية، يمكن التفادي عن طريق التحكم في أطوال الكاميرات. زي ما قلنا طولها يتراوح من 20 لـ30 متر، فيمكن التحكم في الطول بحيث تفادي المرافق العرضية، أو بمعنى تاني يمكن التحكم في المسافات ما بين الأعمدة وبعضها. بالنسبة لقمر المونوريل، هو ده القمر أحادي بيمشي عليه القطر، يعني القطر بيمشي، القطر الواحد بيمشي على قمرة مونوريل. بدل ما القطار سكة حديد يمشي على قضيبين من سكة حديد، القطار يمشي على كاميرا واحدة. ومصدر التغذية الكهربية
جار كهربائي بيتم وضع قضيب على جانب الكاميرا حتى يمكنه التغذية الكهربية للمونوريل. المونوريل حمل ارتفاع ظهر عن بطن بميل يصل إلى 12%، والمونوريل عبارة عن عجلتين على كل جانب تسير على كاميرا المونوريل، وعجلة محورية تسير على سطح المونوريل، وده يمكنه من الاحتكاك أو الالتصاق التام بكاميرا المونوريل. ده باختصار ملخص سريع عن المونوريل، المسار اللي هو بيربط ما بين المحطات، وهنتكلم في فيديوهات تانية عن المونوريل بشكل أوسع، عن المحطات وعن أحدث التكنولوجيا التي تستخدم في المونوريل. شكرا على المشاهدة.